جبت سيرة الجامعات، عندي خبر عن التعليم الجامعي. أكد الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي أنه بدراسة احتياجات السوق كان لابد من وجود مسار تكنولوجي، ومن ثم كانت الجامعات التكنولوجية، موضحا أن التعليم بهذه الجامعات تضم 60% جانب عملي وتدريبي و40% جانب نظري. وأضاف وزير التعليم العالي أن الإقبال على هذا النوع من الجامعات في مصر بات كبيرا للغاية وغير طبيعيا، خاصة وأن تجربة الجامعات التكنولوجية أثبتت وجود إقبال كبير من الطلاب، حيث وصل عدد الطلاب الملتحقين بهذا التعليم حوالي 12,000 طالب. يعني الخبر ده يعني خبر يسعدني، أو أعتقد يسعد ناس كتير. ليه؟ لأنه أنا دلوقتي عارفة إن اللي هيتخرج بعد كذا سنة سوق العمل هياخده على طول، يعني حتى يعني مش هنقول بقى ايه ده اتخرج من الجامعه وقاعد على القهوه مش لاقي حاجه يعملها، ده البطاله كبيره. لا، سوق العمل محتاج دول فعلا، يعني شكل التعليم التقليدي ما بقاش موجود. يعني شايف ده ايه؟ والله احنا بنراه يعني كعنوان نحو جامعات الجيل الرابع. احنا بنتكلم اليوم عن تطوير الجامعات بانها تنتقل بقى الى عصر الثوره الصناعيه الرابعه القائمة على التكنولوجيا وعلى التطور التقني وعلى التعليم التفاعلي وعلى الذكاء الاصطناعي وعلى غيره من مفردات تمثل سمات للثورة الصناعية الرابعة. فبالتالي قطاع التعليم الجامعي هو يقف بامتياز في هذا الملف. حينما نتحدث عن معاناة عانى منها قطاع التعليم من خريجين غير مؤهلين لسوق العمل، من تعليم تقليدي تلقيني قائم على الحفظ و يعني التلقي العلمي فقط ونظريات الى اخره، طبعا مساله مهمه، لكن كنا دائما ما نتحدث عن ضروره تاهيل الخريج الى سوق العمل كل في مجاله طبعا. فحينما يعني يتم التوجه الى فكره الجامعات التكنولوجيه، وكما هو مشار على موقع الوزاره هناك 10 جامعات تكنولوجيه، هناك توجيه من فخامه الرئيس بالتوسع في هذا الامر ليشمل كل بقاع الجمهوريه، هي مساله في غايه الاهميه. هي حاله من التدريب والتاهيل للخريج، وزي ما حضرتك اشرت في الخبر يعني الجزء العملي والتدريبي 60%، بينما المعرفة اللي هي لازمة كمقدمات للجزء العملي 40%. هذا التوازن بيعيد يعني المعادلة إلى الوضع الصحيح. يخرج الخريج يجد فرص عمل، هي أيضا كما أشرنا في الخبر الأول هي مفردة مهمة للتوطين الصناعي. حينما تكون لدينا هذا الظهير للمجمعات الصناعية فيما يمثل جامعات، تكتمل أو تتكامل مفردات التوطين، يبقى الجزء الأكاديمي والجزء المعرفي بجانب الجزء العملي ثم الجزء التدريبي والورش. فبالتالي يعني هي خبر زي ما حضرتك يسعد، هو يسعد صحيح. طبعا يسعدنا جميعا، بس ناقصه حاجة ممكن أقول ناقصه، أن أنا أشوف التنسيق ما بين الجامعات التكنولوجية والتعليم الفني. يعني احنا التعليم الفني برضو احنا لسه بنتكلم على التعليم الفني، ما هو خريج الجامعة التكنولوجية لازم يبقى معاه عامل ماهر ايضا. لو بنتكلم على ورش، لا لازم اللي بيشتغل في الورشة دي يبقى خلينا اقول يعني حرفي بجد يعني. تمام. وطبعا الجامعات دي بالمناسبة هي يعني القبول فيها 20% فقط من الثانوية العامة، بينما 80% من الفنيين الدبلومات الفنية وفوق المتوسطة. وبالتالي هو بيعيد القيمة، أو يعني مش عايز أقول يعيد عشان ما نكونش متفائلين قوي، لأنه للأسف الشديد أهم تحدي أمام التعليم الفني هو الصورة الذهنية لدى المواطن والثقافة السائدة أن التعليم الفني أقل قيمة من التعليم العام. فدي مسألة ثقافية رهيبة جدا، يجب العمل على تغيير هذه الصورة. احنا بنحلم باليوم اللي ولي الأمر فيها يسعد حينما يجد ابنه يدخل في التعليم الفني، ده للأسف ميراث تاريخي طويل. فدي حتى تحدي طبعا كبير جدا، لكن ظني انه الجامعات التكنولوجية هي بوابة مهمة لتغيير
هذا أو هذه الثقافة والصورة السائدة المتدنية عن التعليم الفني، حينما يكون هدف وتارجت لي الطالب أو التلميذ في المرحلة ما قبل الجامعية أن يدخل هذه الجامعات، دي مسألة مهمة جدا، يعني تمثل بقى تطبيق عملي لما كنا بندرسه في الجامعات تجارب متقدمة عن ما يسمى التلمذة الصناعي، إنه بالفعل الطالب هو عامل مبتكر ومبدع مستقبلا أو محتمل. أنا بالتالي هنا التوفيق والتنسيق ما بين التعليم ما قبل الجامعي والتعليم الجامعي مسألة مهمة، ويسبقهم عمل توعوي كبير جدا في محاولة تغيير الصورة الذهنية والثقافة السائدة عن التعليم الفني. يا ريت يعني كلنا بنتمنى ده. طيب خلينا نروح